السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم المطبخ أمنا ريمانة حنديروا التدبيرة فيما يخص الشوكولا البيضاء وكيفاش نلونوها. كامل نعرفوا باللي الملونات تاع الشوكولا البيضاء قريعة هكذايا قد هاد البواطة تاع اللي نحطوا فيها هذه لي كيغنو الدير ب 1150 دينار جزائري، كيما نقولوا حنا بالعامية 115000. انا هنا راح نديرها معاكم بتدبيره سهله بزاف، ما تقنكس بزاف، راح تقنك غير 15 دينار جزائري ولا 10 دينار جزائري، خاطرش كل المحل كيفاش يبيع هاد الملونات. كاين يبيعوا هاد الساشي غير ب 15 دينار جزائري، كيما نقولوا حنا بالعاميه 15 ولا ب 10 دينار جزائري ب 1000 فرنك. نبداو على بركة الله. بسم الله. قبل كل شيء لازمك تشري هاد الملونات، ما لازمش تشري هاد الملونات اللي ما فيهمش اي معلومة، لازم تشري الملون اللي فيه هادوما وقتاش تخدم هاد المنتوج، وقتاش نهاية الصلاحية تاعو، وين تخدم وكل حاجة، ما تشريش هادوما اللي فارغين هكذا. عندنا تاني كمية من الزيت، وعندنا الشوكولا البيضاء. هنا نحكم الشوكولا البيضة تاعي، هاي ليك احكميها دوبيها فوق بماري كيما موالفين نديرو هكذا، احكمي دوبيها. هنا راني حطيت هنايا فوق بماري، حطي الماء يغلي هاوليك من تحت، كي يبدا يغلي ما لازمش هاد السطح يقيس الماء تحتها، وحطي هكذا ان بول ودوبيها هاي ليك حتى تدوب لهنايا تماما مليح، ما لازمش يقعدوا فيها هاد لي غريموخ، خلطيها مليح مليح هكذا. ومن بعد احكمي الملون تاعك اللون اللي راكي تحبيه. انا هنا نحيت له برك هاد الكارت اللي هنا باش نوريلكم الطريقه برك نفهم المبتدئات. حطي هكذا شويه تاع الملون حسب ما راكي حابه، هنا تقدري تزيدي وتنقصي كيما تحبي. حطي هاد الغبره ومن بعد بداي زيدي في الزيت، زيدي في الزيت هكذا وخلطي حتى تحليه مليح مليح، ما تخليش فيه هذوك لي غريمو كامل، سينو صفيه. كي تبداي تحطي فيها الشوكولا صفيه هكذا باش تضمني بلي ما حطولكش هذوك لي غريمو. خلطي هكذا مليح مليح حتى تحلي كامل الصبيغه تاعك. بعد ما تخلطيها مليح كما قلت لك عاودي حكمي الشوكولا تاعك، وهي دائما هكذايا فوق البرماري، باسكو كي تحطيها راح تلاحظي بلي راح تنشف لك، كي تخليها فوق برماري وتقعدي تخلطي راح ترجع لك القوام تاعها. انا هنا بلا ما نصفيها ومن بعد نصفي الشوكولا ديراكتومون هكذا، حطي وقعدي تخلطي حتى تحصلي على اللون اللي راكي حابته نتيا. هاي ليك ما يصرالها حتى حاجة، وتتحصلي على ألوان بأرخص ثمن، خاصة اللي عندها المناسبات هكذا بزاف وتستحق بزاف الألوان، لازم تشري 5 6 7. شوفي شحال راح يستقامونها على 115000 هكذا. هاي ليك ودوق لهنا تقعدي تزيدي حتى تحصلي على اللون تاعك، وتقعد لك الشوكولا لاباس بها وتخدمي بها كيما دوق عادو يديروا بها المخبز، يديروا بها اشياء عديده عديده. وهاي ليك التدبيره تاعنا، شوفوا كيفاش سهله تتحصلي على الالوان اللي تحبي نتيا، ما نخصتك تقدري تزيدي وتزيدي الزيت وما تاكلكش بزاف. انا هنا راح نحمق لكم شويه اللون باش تشوفوها، وهاوليك شوفوا انا حبيت هذا اللون يجي كي شغل برتقالي بارد، هاوليك راني حصلت عليه. وهنا تانيك ما تكتروش الزيت بزاف بزاف باش الشوكولا من بعدا تعقد لكم، خاطرش كي تكثري الزيت سي كثري الالوان كثر، والزيت سي يحطي غير بالعقل برك باش كي تكلاصي الكاطو تاعك ولا حاجه الشوكولا تاعك راح
تنشف لك تمتم، ما تبطالكش في، ما تشدكش وقت بزاف باش تنشف. هنا راح ندير حان كلاصي معكم هكذا، عندي بيسكوي عادي تقدري ما تلصقي بها هكذا يا هايلك، تقدري تلصقي زوج حبيبات هكذا، بصح خليها حتى تعاود تبرد شويه، نحيها قبل شويه من فوق الباماري ومن بعد لصقي، باسكو لهنا راهي مازالها جاريه. خلي هاد البيسكوي يشد روحو مليح ومن بعد باش تكلاصي، سينو هكذا راح تجيك شويه خفيفه. هكذا حطيه وبدا يكلاصي عادي، دوك ولاو يديروا بها المخبز الكتره، ما عادوش يديروا بزاف طليه ويديروا بها ويديروا هادوما الالوان، على بها الالوان راهم بزاف غاليين سورتو كي يدخلوا جداد. هكذا كيما نكلاصي عادي وخليها تنشف. هاي كانت هذه هي التدبيره تاع نهار اليوم، تدبيره سهله بالبزاف، توفري فيها بزاف دراهم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، ما بقى لي غير نقول لكم كالعاده لا عجبتكم الوصفه ديرونا جيم لا فيديو، ابونيو القناه باش يوصلكم كل جديد تاعنا، بارطاجيو هذه الوصفات مع الاصدقاء والاقارب، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.